تعالوا نشوف بقى الرجاله اسلحتها ايه. طبعا اول سلاح للراجل هتقولولي مثلا ان هو حنون وعاطفي، لا 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 خالص، الشخط والنطر. بقولك ايه شيلي دي، بقولك ايه هاتيلي شاي، بقولك ايه شخط ونطر. ما هو يعني هيعمل ايه؟ ما هو لابس بنطلون وهي لابسه بنطلون، طب ايه الفرق؟ الشخط والنطر يفضل يشخط وينطر طول ما هو قاعد. طبعا الرجاله بقى بتزعق بضمير، يعني بيبقى يعني بيعمل كل حاجه نص نص في الضمير الا الزعيق. بيزعق على كيف، في البيت يزعق، في الشارع يزعق، في الشغل يزعق او يتزعق له. ما هنا بقى ربنا كبير برضو بيخلص. في المطعم ممكن يتخانق مع مراته ويزعق لها وهم رايحين يعني ياكلوا سندويتش ولا ياكلوا اي حاجة، ولا يعني المهم ان هو في قنابل صوتية، عنده قنابل بيطلعها في وش مراته وفي وش ولاده. طيب من اسلحة الراجل كمان الغموض، يعني غامض قاعد كده وبيتفرج وبيسمع، ولو سألته في ايه يقول لا لا ابدا بسيطة. بسيطة؟ ده وراه حاجة بقى. طب في ايه؟ طب قولي في ايه. في كمان حاجة تانية للراجل من اسلحته التطنيش، يطنش. يا سلام، ميدو عمال يهز في راسه ويهز في راسه، وجات على مزاجه قوي كلمة التطنيش. انت بتطنش كتير، احلى حاجة التطنيش ده. قبل ما نكمل بقية الكلام عن اسلحة الراجل اللي هي طبعا من ضمنها الخروج مع اصحابه والحاجات دي، عايز اقول لكم برضو في اسلحة بقى، 10 اسلحة تريحكم. شوفوا، حاضر، ده سلاح جامد قوي. حاضر، السلاح التاني ما شفتيش اللي مش عارفة ايه، رحتي ما عرفش، والله ما عرف، ما سمعتش، دي بقى اهم حاجة. هو انا عمال اتكلم نفسي يا حبيبي؟ انا ما سمعتش. طيب شايفين الحاجة؟ ما شفتش، مش عارفة ايه، نسيت، ما عنديش، معلش، ما معيش، ما فهمتش. بس احلى حاجة انا بمشيها دايما، انت صح او انت صح، عندك حق. في واحد بعت لي بيقول لي والله عنده حق ميدو ان هو يهز دماغه. يقول لك عايز اقول لحضرتك يا ماما نجوى، من ساعة موضة الفيمينست وخلاص الستات بقت بتستعمل هي كمان سلاح العضلات زي الراجل بالظبط، عشان البنت زي الولد. والله ميدو عنده حق يهز دماغه، الرجالة جبارين في موضوع الطناش. يعني مش فاهمة، يعني هل انت دخلت في تجربة العضلات المدام يعني ولا حاجة؟ يعني انا مش هقول لحد، ممكن تبعت تقولي، انا هو بهمس، انا بهمس اهو بشويش يعني عشان محدش يسمع. شوفوا بقى من اسلحة الراجل كمان ان هو يخرج مع اصحابه، ده نوع من انواع الطناش، الطناش الدائم، يعني يفضل طول عمره كده مطنشاتي. يا عم انت هتفضل تطنش؟ وروح ايه يقعد مع اصحابه ساعة اتنين تلاتة 7 ساعات، مفيش اي مانع. طيب بعد الخروج مع اصحابه في كمان اسلحة تانية بقى، الانتخة. ايه انتخ؟ يحط ايديه الاتنين ورا شعره كده ورا راسه وعلى رقبته وينام ويانتخ، يا مع الريموت يا مع الايباد يا مع اي حاجة. السلاح بقى اللي فظيع جدا اللي هو بيخلي الولاد تتنفض، رزع الباب، طخ، ما يكلمش، هي بتقول حاجات وشغالة زن طبعا، اسلحة شغالة السلاح ده، هو ما يقولش اي حاجة، يروح قايم فاتح الباب، وللتعبير على ان هو مش خارج في سلام ولا راجع في سلام يروح رازع الباب، ما اي حاجة بقى تقع تتكسر، ده ما عندوش اي مانع.